ايوه انت رايح في امسكوا الدكتور ده هلا يا جدع امسكوه الحاجة بنت التبعيدة الحاجة مدخول الجديد هرب هو في ايه؟ مين ده؟ استنى يا عم عاطف يا دكتور ايه اتاخرت كده ليه؟ اغير بس يا بابا واجيلك انا عرفت مبدئيا انه احنا عندنا جمهور النهارده في ناس خريجين كليه طب او اطباء مين اطباء؟ اهلا اهلا بحضرتك انت دكتوره جالك تكليفك فين؟ باريس نوفر شبه دكتور عاطف بالظبط بالظبط هو جاب قصة حياتي أنا اتخرجت في 2013 وقعدنا امتياز سنة 2014 2015 اتعينت تكليف بس ودكتور عاطف كان متضايق قوي على الست أيام جزا اللي خده ما معرفش كانوا في الحياة ست أيام برضو ولا لأ أنا خدت 22 يوم جزا في 3 شهور بس ومن بعدها انت بقى انا مش عارفه انت مش عارفه القواعد الاداريه ولا اي حاجه بالظبط هم حطوني 22 يوم جزا في 3 شهور بس يا خبر دي عمتك بتقول انا عملت زيه على فكره انا جريت يعني انا ركبت العربيه وجريت بس ما كانش في مفر وجابوني برضو يعني علشان انا عايزه اخلص سنين تكليفي طب يعني انا والله انا بقول الكلام ده بكل صدق بخلاف الشقة اللي بيشوفوه طلب الطب وبخلاف الدراسة الصعبة جدا وبخلاف حياتهم اللي بتتبلع في سنين كتير كلها دراسة كمان فكرة التكليف في بلد زي مصر مترامية الأطراف وفيها قرى كتيرة وفيها ناس كتيرة تحت خط الفقر بيخلينا ننحني أكتر وأكتر وأكتر لكل الأطباء المصريين مش بس الشطارة إنما كمان ده مجهود إضافي اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه